اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف، واحنا في شهر نعتبر شهر الطاقه وشهر الرحمه وشهر النفحات اللي احنا المفروض ان احنا نستغلها بقدر الامكان، وازاي نحتفل بالمولد النبوي الشريف وازاي نستفيد من هذه الطاقات والروحانيات اللي المفروض انها بتملا كل الاجواء. ده هنتكلم عنه النهارده في حلقه كامله كلها مع ضيفتنا اللي بتشرفني في الاستوديو الاستاذه حنان زينال خبيره الطاقه. بس قبل ما ارحب بالاستاذه حنان ونتكلم عن موضوع حلقتنا النهارده، عايزه اقول بس حاجه في عجاله. رحمه الله على الفنان الشاب هيثم احمد زكي، ربنا يرحمه ويغفر له، وانا يمكن بعزي نفسي فيه. كلنا حسينا ان هيثم كان ابننا واخونا كلنا، وسبحان الله هي شواهد من عند الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمه. وكل واحد ربنا بتبص انت كده في حكمه لا تعلمها، بتحس ان البني ادم ده في حاجه بينه وبين ربه. ايه هي؟ مش هيثم بس، حالات كتيره كده، ممكن مش بالكم الكبير، ولكن دايما بتستوقفنا حالات معينه. ويمكن ده اللي حصل في مصر كلها مع هيثم امبارح رحمه الله عليه. اللهم ثبته عند السؤال ويرحمه ويغفر له، وان شاء الله يسكنه فسيح جناته. الشاهد في موضوع هيثم بس في عجاله عايزه اقولها. انا ما شفت وعرفت الخبر بتاع هيثم، وطبعا وانا بتابع مشهد النزول يعني المرحوم هو داخل مسجد مصطفى محمود وداخلين عشان يصلوا عليه، طبيعي ان انت يعني بتخشع وبتبكي، وخاصة دايما احنا ما بنيجي نشوف الخشبة اللي موجود فيها الميت بيبقى فيها هالة وفيها كده نوع من الرهبة. ولكن استوقفني مشهد مستفز، يعني ايه كم الناس اللي معاها موبايلات واقفة تصور المشهد ده؟ فين العظة؟ فين القلوب الحية؟ فين ما بقينا كل حاجة بيستهوينا أكتر إن إحنا نصور قبل ما إحنا نقف نشوف نعيش المشهد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة يهودي وقف الصحابة يعني سألوه فيما معنى الحديث، فقال إن لما بتكون في جنازة لأي إنسان مش فقط مسلم أو هو ما يدين بدين من الأديان، لأي إنسان، فإن إحنا نقف يعني إجلالا وتعظيما وهيبة وعظة لعظة الموت. يعني الموت ده حاجة رهيبة، وإحنا اللي إحنا بنشوفه دلوقتي علامات الساعة اللي هو كثرة موت الشباب والموت الفجأة، فين إحنا من ده؟ وإيه الحكمة إن أنا أقف أصور يعني بالموبايل؟ في كاميرا بتاعت اللي هي المواقع الإخبارية، وفي الكاميرا بتاعت طبعا القنوات الفضائية كانت واقفة تصور، يكفي ده. أما الجزء الثاني بتاع المراسلين، وأنا ما زلت يعني أمتهن مهنة الصحافة، أنا صحفية ومذيعة، ولكن أخجل من هذه اللقاءات الصحفية اللي ملهاش أي معنى، إن أنا أكون حد داخل في مشهد زي ده ورايحين يصلوا. النهاردة إحنا بنصلي على الميت، وبكرة إن شاء الله هيصلوا علينا، كل واحد مش عارف ميعاده إمتى. فلما يكون في ناس داخلة تصلي على موتاهم، على حد قريب ميم عزيز أيا من كان، حد داخل بحزن ويصلي، إيه الكلمة اللي هيقولها في الوقت ده؟ هو بصراحة يعني بتبقى يعني دون المستوى هذه الأعمال، يعني أو وصلنا للتدني بإن إحنا يعني إيه المجد أو إيه اللي تستفيده إن أنت تقف هيقول لك الله يرحمه فقط، لكن ملهاش معنى خالص ان احنا نكلم الناس وهي داخله، ولا ليها معنى خالص ان احنا نصور، وليها يعني المفروض ان احنا يعني نقف ونتعظ من هذا المشهد المهيب ونفكر ونشوف. يعني انا حتى بقعد كنت عماله افكر، هو يعني من لقنه الشهاده؟ طب مين يعني؟ في حاجات كده كلنا بنقف قدامها، المشهد ده نفسه حد عزيز عليك بتشوفه دلوقتي وانت محطوط قدامك في خشبه واقف تصلي عليه، وبعد كده بينزل يدفن في التراب. المشهد ده ما بقاش يستوقفنا، ما بقاش يهزنا، يعني شايفينه ازاي؟ محتاجين ان احنا نحيي القلوب قبل العقول، ومحتاجين ان احنا نراجع انفسنا، محتاجين ان احنا نعيش، كل واحد يعيش فينا انسان، محتاجين ان احنا نبعد عن هوس السوشيال ميديا اللي هي يعني خلاص تقريبا تآكلت معاها القلوب والعقول، ما بقاش في ناس عندها الاحساس الحي بان هي تعيش زي يعني مش عايزه انا مش في موقف ان انا اتكلم لانه اتكلمت هاخد الحلقه كامله، اللي هو هوس
وجنون السوشيال ميديا والترندات. ما هو ممكن النهارده هيثم احمد زكي ربنا يا رب يرحمه ويغفر له قد ايه قلبنا وجعنا عليه كلنا، يكون هو ده الترند النهارده، ولكن هو عند ربه محتاج دعائك، ومحتاج ان انت تدعي له ان هو ربنا يثبته، ومحتاج ان انت تدعي له بالرحمه والمغفره، لان احنا في يوم من الايام هنكون في نفس المكان. ربنا يرحمه ويرحمنا ويعافينا ويعفو عنا ويحيي قلوبنا ويحيينا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كنا عايزين نحتفل بسنة سيدنا النبي ونحتفل إن إحنا يعني بمولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقتدي بسنته، نقتدي بهداه، يعني ما أمرنا به الرسول المفروض إن مش هو ده حديث وده اللي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، إلا أمرنا به نمشي عليه واللي نهانا عنه نبعد عنه، مش هو ده بالمعنى البسيط خالص. يبقى فين اللي ربنا، فين اللي ربنا أمرنا به، وفين فين ديننا، وفين فين قلوبنا، وفين إنسانيتنا، وفين رحمتنا، فين أنت كإنسان؟ ربنا يا رب يرحمنا برحمته وبرحمته.